صادق الإحساس، كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، كن خادماً للآلاف، كن بذل المعروف، كن دائماً للإنصاف. سيرتنا في بسمة خير عنوان دائم، أينما نولوا سنصنع البسمة. اليوم ضيفتنا شابة صغيرة لكنها أرادت أن تكون جزءاً من حلقتنا، أن تتذوق اليوم معنا طعم العمل الخيري. سنعيش لحظة بلحظة تفاصيل هذا اليوم الرائع في بسمة خير. ليست تلك القفة هي غايتنا، لكن لنقول أن العمل الخيري بسيط بكل معانيه. أنت أو أنت يمكنك أن تتصدق مما تشتريه كل يوم. ظاهريا هو بسيط لنا، لكنه ضمنيا كبير عند المحتاجين. مساء الخير مشاهدينا الكرام، متواصل معكم دائما في تقديم برنامج بسمة خير اللي طلع لكم على قناة الجزائرية وان، وفي الميسون تاعنا وفي برنامج ديالنا دائما يكون حاضر متطوع أو متطوعة. المتطوعة النهار اليوم اللي هي زايدة حمادي، قلت مرحبا بك، يعطيك الصحة. شكرا حمزة، مرحبا بكم انتم مشاهدينا الكرام، وشكرا لبسمة خير على هذه الاستضافة. زايدة اللي نظري تشوفوها على قناة الجزائرية وان في الأخبار بالدارجة. بالدارجة ومشي بالعربية الفصحى على. شوف، هي بداية نشرة الدارجة كانت مبادرة من قناة الجزائرية وان، أثارت الجدل ودارت حالة في هذاك الوقت، ولكن بين مؤيد ومعارض، كان يتقبلوها وكان ما تقبلهاش، مي دوكا نجحنا فيها الحمد لله وتقبلوها. هي المجتمع الجزائري كي تجيب له حاجة بيزغ شوية تجيها نورمال. عابك انتوما صغير تقولوا لي نخدم معناتها ما تقضيش؟ لا لا، نقضي ونطيب. اليوم في البرنامج ديالنا راح تقضي. شوفوا لا شاطرة في القضيان ولا لا؟ بيان سير. أولا حبيت نثمن المبادرة اللي راكو ديروها، يعطيكم الصحة. هي الخير نورمالمو بينه وبين مولاه، الإنسان يديرو بينه وبين مولاه، بصح حنا عندنا رسالة من هذا الشيء، هو أنه نبينوا للناس دير الخير، ما تعجزش في الخير، باش الخير بس تقدر دير الخير ودير حاجة حاجة سهلة. دوك حتشوف ليميسيون تاعنا، حتشوف لوبيراسيون تاعنا اليوم، تفهم بلي هذا الخير حاجة سهلة. لازم نقلعوا دوكا في لوبيراسيون تاعنا اللي هي القفة الخاصة بنهار اليوم. راكي بري؟ وي اني واش بيان سور. هاي تكلوا على ربي. رانا حقنا للسوبيرات وين دوكا تبدا المهمة تاعنا مع المتطوعه ديالنا. قولي لي واش تعرفي كي تعرفي تخدمي ولا لا؟ بيان سور نعرف نقضي، باسكو المرأة تعرف شي خصها في الدار، دونك لازم تعرف واش تخدم. دوك نشوفوا الجمهور هو اللي يحكم. دوك نشوفوا معنا ندور القبيل خاص بنهار. الخير ما يفرق ما بين مرأة ولا ما بين راجل، ما بين صغير ولا ما بين كبير. هذو خوتي خواتاتي، اي واحد فيكم يقدر يدير الخير نقولوا دير الخير، كما نقولوا دائما احنا في البرنامج ديالنا، الخير كي ديروا تلقاه عند ربي. زيدي كملي، عاونيني عاونيني. بون بيان سور الخير يقدر يديروا اي انسان، والخير ثاني دير الخير وانساه، وكيما دير الخير راح ربي يسخر لك ناس يديروا فيك الخير، ومولتاج ويحتاج ثاني
اي انسان يحتاج ولازم احنا نكونوا في عون الناس. قال لك من كان في عون اخيه كان الله في عونه. عبالك بلي مازلنا قضيه ما كملناش. على بالي مازال نروحوا للخضره وصح اللحم فيونداشي. صح مازالت لنا الخضره واش مازلنا ثاني؟ مازالت لنا الفيونداشي اللحم وكاع هذا ما كان. هذا دوكا نروحوا ديريكتومون عند الخضار. لا لا ها عند مول الدجاج واللحم. اي والله هما الصح. هاي قول لي شحال. تزدان سنين لا تسأل الأيام متى أبدأ. السلام عليكم خالد. السلام عليكم. صباح صباح يا معرضان. سيدة شو شربك؟ شوف أنا شفت الديول تفكرت بلي من قبل ما شريناش ديول. تموتوا على الديول صح. هاي لازم بوراك لازم. وكاينة حاجة اللي نحتاجوها هي اللحم والدجاج. بارك الله. بصح قولي لي كي تروحي عند بوش لا سكالو تروحي عند بوش وين تساومي ولا تشري ديريكت؟ هي الصح نقا يكذب عليك ما نقدر نساوم ما نقدر نشوف باسكو كي نشوف الحاله بلي نقيه وكاع ما يهمنيش ديريكت ما نروحش. صح ماشي كيكون بري بيان نقولوا للبوشيه واللي يبيعوا الدجاج نقول لكم بلي رانا في شهر رمضان لازمنا نتواصل معكم وشاك فوا نقولوا احنا في البرنامج ديالنا السومه نقصوا لها كاين ناس بزاف تحتاج هذيك الافراد اللي تنحيها يسحقوها هما باش يديروا بها حاجه واحده اخرى زايده بري راسك. الو كيما قلت لك الدجاج عطينا الدجاج معنا واطينا فيون داشي. داشي دينا دنداشي ودينا الدجاج فوالا سي بون مومون يكفي وي دوكا وين نروحو؟ نروحو للخضار. قولي لهم قولي لهم راح دوكا بعد ما كملنا وشرينا هذا من عند البوشيه نروحو للخضار باش نشوف الخضره. الو نتلاقاو عند الخضار. عند الخضار خويا يعطيك الصحه بارك الله فيك. هاي وبها سمت اسماؤنا نمضي وتبسم. سيدة عشتي معنا اليوم نهار تقفة رمضان في رمضان في رمضان بالخير والابتسامة وكلش قولي لنا واش حسيت كي راك تهضر على الابتسامة. الابتسامة في وجه أخيك صدقة فما بالك كي تتطوع وتشري حوايج وتشري صوالح تشري قضيان الناس محتاجين لهذا الشيء. دونك أنا تجربة بزاف مليحة ليا جوزتها اليوم وتعلمت منها بزاف صوالح
كيما نقدر نقول لك ما خسرت والو قد ما ربحت بزاف صوالح. حتى واحد سقسي كاين ناس بزاف الله يبارك لهم يشوفوا فينا دوكا حابين يديروا الخير يزيتي ويقول لك انا ما عنديش الوقت وكيفاش وعلاش كذا واش تقولي له بزاف؟ انا نقول انه الوقت ماشي مربوط بالخير، دير الخير قد ما تقدر يا لو كان بلسانك بنظره بدل على الخير كيما راك كيما ديروا ان شاء الله ربي يقدركم على فعل الخير وان شاء الله ربي يقدرنا كذلك على فعل الخير. قولي لهم الموعد وقتاش؟ هذا وصلنا لنهايه حلقتنا لنهار اليوم، نضرب لكم موعد غدا بحول الله مع ضيف جديد مع متطوع جديد في بسمه خير وفي اوبيراسيون تاع خير جديده. يعطيكم الصحه طال عمركم، صحه فطوركم على خير. باي. يا صادق الاحساس كن قدوه للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، كن خادماً للآلاف، كن بذل المعروف، كن دايماً للإنصاف.